جالك تليفون بكره الصبح الهضبه عمرو دياب بيكلمك، رامي انا عايزك تلحن لي لحن. اه طبعا. هتقول له ايه؟ اكيد يعني اي حد يعني عمرو دياب فنان كبير وانا بتشرف بيه وبحبه على فكره عمرو دياب، يعني في ناس كتير فاهم ان انا مش عارف ليه يعني ان انا يعني عمرو دياب انا حاطه في دماغي، في ناس تقعد تقول كده يعني مفيش الكلام ده. عمرو دياب انا من زمان بقول انا بحبه من زمان جدا من اول ما غنيت هو بيحبك. و ماشي يعني اتمنى يعني اتمنى ان هو يكون بيحبني فعلا، انا بسمع كده بس يعني اتمنى يعني. فانا بحب عمرو دياب وشايف ان هو النجم الاول في العالم العربي من الرجاله طبعا. ايه الحاجه اللي انت نفسك تتعلمها وفشلت فيها؟ انا دايما عندي فكره ان انا عايز اعمل حاجه تانية بعيده عن المزيكا. تأمن بيها مستقبلك؟ لا 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 مش فكره كده. نفسي اعمل حاجه تانية. زي ايه؟ ما اعرفش. طب حاولت وفشلت؟ لا ما حاولتش بس انا عارف ان انا لو حاولت هفشل يعني. عشان كده ما حاولتش، لانه انا مش شاطر غير في المزيكا يعني، انا طاقتي كلها حاططها في المزيكا. قول لي كلمه ممكن توجعك. انا بتضايق من فيسبوك قوي قوي على السوشيال ميديا تحديدا يعني، بتضايق من الكومنتس بتاعت الولاد الشباب. موضوع التليفون اللي معاهم على طول في ايديهم وان هو يقدر يجرح فيك وانت وهو قاعد في بيته كده، بحس ان هم سلبي، هم على طول ما حدش بيديك يعني مش ما حدش لان في ناس كتير كويسين طبعا، بس دي بتوجعني قوي. كلمه ممكن تساعدك؟ ربنا معاك. كلمه تقولها لنفسك بعد ما حققت النجوميه الكبيره دي؟ ان انا دايما احس ان انا ما بعملش حاجه وان انا ما عنديش حاجه، ما عنديش جمهور ولا حد بيتابعني، عشان الاحساس ده لما بيجي لك انك انت مش حاسس بالموضوع ده طاقتك بتزيد اكتر. كلمه ما تحبش تسمعها؟ ان انت شبه حد. كلمه بتعبر عن اهم ميزه فيك؟ طيب اقول لك بقى. ايوه يا سلام. انك انت فنان دايما، كنت دايما اشوف انت فنان الجيل بتاعك، الكلمه دي بحبها قوي ليه يعني مسميني كده يعني. في كلمه واحده رايك في غناء محمد رمضان؟ هو بص انا محمد رمضان او غير محمد رمضان اللي عايز يعمل اي حاجه يعملها، هو من حقه ان هو يغني، واحنا بعد الثوره خلاص يعني اي حد يقدر يعمل اللي هو عاوزه مش عيب يعني. انا ضد ان اي حد يمنع اي حد هو عايز يعمل اي حاجه ما دام هو ما بيأذيش حد خلاص يعني. كلمه توصف بيها اغاني المهرجانات تقول عليها ايه؟ بص انا مش ضد برضو اغاني المهرجانات لان ده ذوق موجود دلوقتي في الشارع المصري والناس متابعاه، بس انا ضد فكره ان هو يبقى ترند يعني. ما ينفعش ان انا ابقى عايش في امريكا مثلا وماسك التليفون بتاعي واخش على الترند في مصر، لا تعرف المصريين بيسمعوا ايه، فلاقي الترند بيسمعوا بس مهرجان. فاهم قصدي؟ يعني الموضوع برضو غلط يعني، احنا برضو بلد الفن، ام كلثوم وعبد الوهاب ومحمد الحلو ومحمد منير وعلي الحجار وبعد كده عمرو دياب وبعد كده احنا يعني في فن وفي في اصول قصدي، لكن انه المهرجان يشتغل احنا انا مش ضد اي حد يشتغل اصلا زي ما قلت لك من شويه، لكن الترند رقم واحد احنا في مصر. فخلي بالك احنا في مصر دي يعني احنا مش في بلد تانية يعني. بس كلمه شكر تحب توجهها لحد النهارده؟ لكل جمهور اللي بيخليني اكون موجود في اي حفله او في اي ايفنت او اسافر اعمل حفلات في السعوديه او الامارات او في مصر او في اي حته بسافرها في اي حته، او ان انا اخد جايزه جميله زي دي. دي جايزه احسن نجم العرب. نجم العرب، فانا بشكر الجمهور لان هو اللي اداها لي يعني.